أنا بعرف مين ورا الشيء اللي صار. أورفاشي. وأنا كمان بظن إنه هي، لأنه صارت للمرة الثانية بتحاول تثبت فيها أنه نحن يلي غلطانين قدام أخي براجيش. أنا ما بقى فيني أتحمل سالوني، رح أروح وأحكي مع أورفاشي هلأ. لا نهار، يعني أنت بتتوقع أنها رح تعترف أنه هي المسؤولة؟ يعني إذا نحن حطينا الحق عليها وقلنا أنه هي المسؤولة، فكرك أخوك رح يصدقك بعد كل اللي صار؟ أو حتى رح يصدق قصة تغيير التقارير تبعه؟ بس لازم تعترف باللي عملته. نحن لازم نستنى الفرصة المناسبة لنحكي، وبالأول لازم نلاقي دليل. بس هلأ نحن ما رح نستفيد شيء إذا حكينا معه وقلنا قدام أخي إنه هي المسؤولة عن كل شيء. يعني براجيش ومرته ما رح يصدقوا إذا حكينا لهم الحقيقة بدون ما يكون معنا دليل على كلامنا. صباح الخير، وهي أحلى كاسة شاي لحبيبتي. صباح الخير. بس كارون، ليش عذبت حالك؟ عذاب؟ أنت عم تحكي وكأني أنا اللي سويت الشاي. قلك شغلة، حتى لو اضطريت أعمله قد ما كان صعب أكيد رح أعملك يا إلك. أحكي لك الحقيقة، أنا ما عم صدق لهلأ إنه في حدا هيك بيحبني لهالدرجة هي. أنا خسرت كتير شغلات لما عشت هالكم شهر وأنا مع نيل، وهلأ بعرف قديش ربحاني لما عشت معك أنت هالكم يوم، ربحت وأنا معك. لساتنا بالبداية شبرا، بدك تراقبي شو رح أعمل معك لسه. أختي سالوني، يمكن أنت ما عندك عادة قراية الجرايد، بس صار لازم تتعودي، وخاصة إذا كانت جان جران عم تنشر لك أخبار نجاحاتك العظيمة. شوفي هالخبر. شو هاد الخبر؟ يعني قوليلي شو عم تستفيدي لما عم تعملي هيك سالوني؟ يعني أنا بعرف إنك مو حاسة بالثقة لا بحالك ولا بغيرك، وإنك ما عم تقدري تعرفي شو اللي ممكن يصير معك، بس شوفي أنا ما بظن إنك بتعرفي إنه هذا اللي عم تعمليه غلط، لأنه الناس